الو، الو، مرحبا نورهان. مساء الخير. مساء النور. انا برج العذراء 29. كيف؟ برج العذراء 29. 29 2/9. انا سمعت 2 سبتمبر. 2/9. انا سمعت 20. ماشي، سمعت 2/9. اوكي، نحكي عن برج العذراء. بوجه عام الفتره ديت مشوش شويه، اوكي؟ في عندهم هيحصل عندهم زي خيانه من صحاب، حد قريب كمان، يعني صاحب قريب، صاحبه قريبه، سواء راجل او ست. الفتره اللي جايه يخلوا بالهم، عندهم خيانه. هم الفتره اللي فاتت واثقين في كام حد حواليه، فده هيظهر منهم خيانه، كلام. المهم ان هم هيقعوا في مشكله، فيخلوا بالهم علشان هم اللي في ايدهم يقدروا يخرجوا من المشكله او لا. نفسيا برج العذراء الفتره دي، عشان هو داخل على، احنا داخلين على برج العذراء. زي ما كنا بنقول خلاص احنا 3 ايام هنبقى برج العذراء، فدي الفتره اللي برج العذراء هيبقى مش مشدود وقته. فيها مش حلو خالص. هتلاقيه عصبي، ما عندوش طاقه، عصبي جدا. اي حد بيتعامل مع برج العذراء ما يتعاملش معاه. هتلاقي حتى اموره مش حلوه، بيستهيف اي حاجه، ما بيردش، بارد، عصبي جدا، مش طايق نفسه، ما فيش اي طاقه خالص عنده. فاللي بيعرف حد برج العذراء الفتره اللي جايه دي يبعد عنه، لان هو هيبقى صعب جدا 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 جدا. اوكي، معانا تليفون. اوكي. الو، اسراء. الو، امنيه. ايوه مع حضرتك. ايوه، ازيك يا امنيه؟ انا عايزه اسالها عن برج الميزان. تسالي عن ايه؟ برج الميزان. ايوه مع حضرتك، انا عايزه اسالك عن برج الميزان. ماشي، حاضر. برج الميزان التاريخ. أمنية، أنت لسه معانا؟ طيب خلاص، هنتكلم عن الميزان عامة. أوكي، برج الميزان الفترة ديت ابتدى نفسيا الدنيا تفرق معاه شوية. ابتدى يحب إن هو عايز يعني يعمل حاجة جديدة، بيسعى لدوت، وهو كان أوريدي بيفكر من فترة، أوكي، إن هو يعمل حاجة جديدة عمليا، بس هو ما نفذش ولا حاجة. هو كان كله كلام، لكن هو دايما بيخاف، هو مش جريء، وبيحب حد يجي يا اما ياخده من ايده ويحطه جوه الحاجه، يا اما حد يعمل له غسيل، يخطط له، يعني يعمل له بلان، او يعمل له غسيل مخ، او ياخد بايده. لازم يبقى واخد بايده، حتى لو عامل له بلان لازم يحس ان هو في حد جنبه سانده، او بيساعده، حتى لو بمكالمه تليفون. لان رجاله الميزان وستات الميزان، مش عايزه اقول تنكين، بس هم عندهم الايجو عالي، عندهم مش الانا برضو، بس يعني بيحب يخش من فوق قوي، تقال. يحب يخش من فوق، ما ينفعش يخشوا يحسوا ان هم حقل تجارب، او ان هم حاسين ان هم ممكن يتبص لهم بصه مش تمام، او يتكشر في وشهم. الحاجات دي بتفرق معاهم جدا جدا جدا. فهم لازم ما كانش يبقى فيه داخلين بكل تقلهم، ما يخشوش اي ديل او اي موضوع ولا اي شغل ولا اي حد. فالفترة اللي جاية عندهم أمور هتمشي، أو أمور هتبتدي تتفتح لهم، وده لغاية 15/9. من بعد 15/9 نفسيتهم هتبقى مش حلوة. عيد يعني ميلادهم من بعد 15/9 بقى الدنيا مش هتبقى حلوة، لأن داخلين على برج الميزان. أيوة. فبقول لهم اللي عايز يعمل حاجة من برج الميزان عنده الفترة دي والفترة وأول 15 يوم من شهر 9، اللي عايز يعمله يعمله، علشان بعد كده نفسيا مش هيبقى مظبوط.